منذ منتصف السبعينيات وحميد تاجر بسوق المدينة العتيقة بسلا. العمل في قطاع يصنف ضمن الاقتصاد غير المنظم جعله يجابه صعوبة المنافسة والحرمان من الكثير من الحقوق الاجتماعية في مقدمتها المعاش. تلقى إنسان دابا كيكبر في السن كتلقاه دوز واحد المدة شوف واش كيتوفر علاش باش على يعني باش الاستقرار ديالو ولا ما كاينش. بحال دابا مثلا التغطية الصحية اللي دارت يعني راه في حد ذاتها يعني زوونة ودات واحد شويه ديال الامل في الناس وكذا وداك الشيء خصهم غير ينفذوها وسميتو يعني الناس يتوصلوا بها. سنوات العمل التي قضاها الصانع التقليدي يوسف في هذه الحرفة لم تشفع له ليؤمن استقرارا ماديا، فحرفته مهددة بالزوال ومداخله تأثرت بتداعيات جائحة كورونا. تنشوف الصناعية ما بقاش كما كانوا شحال هذه، كما تنقولوا مياومي نوبة خدام هنا غدا يقول لك اخويا تسالك لي خدمة، على ما تجي تسنى عاوتاني واحد على ما تجي خدمة واحدة أخرى عاوتاني تنوض تحرك. يمثل الاقتصاد غير المهيكل حوالي 30% من الناتج الداخلي الإجمالي بحسب معطيات بنك المغرب لسنة 2018. تحديات يجابهها العاملون في هذا القطاع الذين يتطلعون لعصرنته بما يحفظ حقوقهم. بزاف ديال التجار كيعانيو من هذه القضيه ديال التغطيه الصحيه اللي ما عندهمش، يعني فوا بنادم كيكبر شويه في اللاج كاين مرض كيجي شي مرض، واغلبيه الناس كبار عندهم امراض مزمنه كيبغي يمشي يداوى ما كيلقاش كيفاش يداوى ما كيلقاش الامكانيات. الحاجه الماسه ديالو هو يتحمى وتعطيه الظروف باش يشتغل وباش يخدم، لان دابا حاليا دابا الا جينا نحسبوا في واحد الكيلومتر مربع شحال غنقولوا ديال الحرفي كيكون كنلقى واحد النسبه مرتفعه بالنسبه اللي كنقولوا العرض والطلب، يعني كاين واحد المعادله ما هياش. في رأي له حول الاقتصاد غير المنظم دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع برنامج متعدد السنوات لمواكبة عملية تنظيم الحرف والمهن وصياغة دفتر تحملات لكل مهنة، كما دعا المجلس إلى إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تكون تكلفتها ملائمة لحاجيات الوحدات الإنتاجية الصغيرة جداً. يعني كتكون في القطاع الغير مهيكل، يعني ان هنايا هناك خسائر ضريبيه بالنسبه للدوله، وخسائر ضريبيه يعني تعني خدمات عموميه اقل، تعني استفاده من صحه اقل، استفاده من تعليم اقل، بجوده كتكون كذلك متدنيه. هذا خطر اول. هناك كذلك فيما يسمى المشكل ديال التنافسيه، لان اذا كان عندي قطاع اللي هو مهيكل يعني يعتمد على القواعد ويعتمد على الاجراءات التنافسيه اللي هي معتمده في جميع الاسواق، وهناك قطاع موازي لا يحترم هذه القواعد، فهنا كنضربوا ما يسمى بالقاعده ديال التنافسية، وهذا كيكون عنده ضرر سواء على الاقتصاد الوطني وكذلك على المستهلك. إصلاح القطاع غير المهيكل بات مطلبا عاجلا بالنسبة للمهنيين لضمان حقوقهم الاجتماعية وتأمين قواعد المنافسة والعدالة الضريبية من جهة أخرى، في الوقت الذي تفيد فيه التقديرات بأن ما بين 60 و80% من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة مصنفة ضمن الاقتصاد غير المنظم.